قلنا وعودنا وقلنا وعودنا في أي ملف فساد ولا شبهة فساد يا ولادي راهو قضاء مستقل خير من ألف دستور. راهو الحكاية تبدأ بدوسي صغير ما يتطبقش فيه القانون، نوصلوا به إلى دولة كارتيلات وتكبر كرة الثلج وتبدأ تمس في كل القطاعات وتبدأ تخرب، وسرعة التخريب كبيرة ياسر لدرجة أنك نهارة اللي تحب تصلح تكون الخدمة فيها صعيبة برشا. يا ولادي راهو إذا القضاء ما يكونش نظيف يخلق كيانات مارقة على الدولة تتمتع بالحماية السياسية والإفلات من العقاب، وتخلي اللي يحكم يتحكم في مفاصل الدولة عن طريق سياسات قذرة. يا ولادي راهو القاضي الفاسد أقرب واحد من السياسي الفاسد، راهو يلزم تفكيك هالشبكة هذه اللي الدولة تعرف انها موجودة واللي تخدم بإعطاء تعليمات وإملاءات على القضاة، والكلام هذا ما جبتوش من مخي. وأفضل مثال هو مثال الطيب راشد وبشير العكرمي وغيرهم. يا ولادي راهو المواطن العادي وقت اللي يشوف عبد توقف على خاطر حكة يتبهذل بحاله ويصير فيه الابداع، ومن شيرة أخرى قاضي ولا سياسي ولا مهرب كبير ما صار له شيء، راك تعمل في فجوة كبيرة وراك تزيد تشعل في النار، خاطر أخيب حاجة أنك تقهر عبد مظلوم. وحاجة أخرى، الكوربوراتيزم راهو مخطر جدا، وأنصر أخاك ظالما أو مظلوما راهي تضر القطاع. خوفنا كل الخوف اليوم بعد الحادثة اللي هزت الرأي العام والقاضية اللي تشدت بفلوس تونسية وفلوس ديفيز وقالت إنها هزتهم على وجه الفضل مزية يعني، وبعد تضارب صارخ بين اللي صرحت به الديوانة إنه الفلوس ماشية لجماعة متاع التهريب وبين النيابة العمومية اللي قالت إنها ما في بالهاش بالفلوس وما عندها حتى علاقة بهم. ينجم يقبل الملف إلى الأبد ونولي، وبعد ما كنا نحكيه على إسلاح نحكيه على مافيا داخل أعلى السلطات في الدولة. حاجة أخرى، هيئات حقوق الإنسان اللي يعتبروا مكسب كبير وحاجة نتشرفوا بها، لكن يا صديقي ماكش باش تدافع على حقوق الإنسان أكثر من أمريكا ومن الدنمارك وقت اللي يلزم تطبق القانون من غير حتى ظروف تخفيف تطبقوا. وانتي يا شاسمك راهي الحصانة ما تحميكش وانتي متلبس، وماذا بينا زادة إعادة النظر فيها خاطر فما ناس ريوسها كبرت وشدوني لندوخ عليكم. وأخيرا يظهر لي الأسلاك هذه ودرجة توغل الفساد فيهم ما عادش ينفع فيهم، وكيجيبوا لهم جيوفاني فالكوني القاضي اللي عدى حياته كاملة في محاكمة المافيا الصقلية الكوزا نوسترا وفي الأخر اغتلتوا المافيا معمرته. هذا هو شو اسمك جيوفاني ترابتوني كنت تحكي عليها، جيوفاني فالكوني قاضي معروف اي ذاك اللي فجروا بي سيارة هذاك اللي عجبني في صابرة فما باسيت قعدت تمد وهي عدت لي باس بعد تتعرف الباس متعشني اي ضاع سي ما ضاعتش عاملين لي نفس سوجي وقال شنو باسيت وجايب لي فيها حاسبين. جيوفاني ترابتوني اللي رينا ايطاليا 2006 يا رامي تحكي في جديات في جديات اي بي عندك ما تعقب على قالته ولا اكيد عندي ما نعقب على خطر من اخطر الحاجات اخذ ديما نسمع ونحن وانه العدل اساس العمران والقضاء مع انه هو واحد من السلطات الكلاسيكيه ما بعد السلطه التنفيذيه والتشريعيه، اما زاد ينجم يكون سلطه مضاد على خطر هو اللي يستنى الناس في الدوره ويستنى السياسيين في الدوره باش كي يغلطوا يحاسبهم بالقانون، اما كي نكتشفوا في تونس وانه القانون يتطبق على العباد بحاجة معينة وما يتطبقش على العباد أخرين لهنا نولي ونشكوا، وخاصة وأنه يعني مرحلة اختيرة برشة تونس تتعدى بها ودقيقة برشة، والقضاء هو الحقيقة من أهم العرس اللي باش تعدينا في المرحلة هذه. دونك كيف ما أنا باش نصلحوا المنظومة السياسية وباش نحاسبوا الفاسدين وكل شيء، زادة فما قضاة اللي عملوا برشا حاجات وتورطوا في برشا فازات اللي لازمهم يتحاسبوا بالضبط. يلا حاضرين الأخبار توا.